معكم المنشط نعوم سعيد قبولي زعطوط. اسمني زعطوط. صحيح. نعم. دوما فليفلة. شنو رايك في فليفلة؟ فليفلة خلينا في الحديقة يلعب ودوما يلعب كيما راكم تقراو انتوما. رانا في روضة اسمها او مركز او مدرسة رائدة. مدرسة رائدة. احسن جدا. انتوما مدرسة رائدة. نعم. كيفاش تكون مرة الحفلة اللي فاتت بدات تشوف الفوضى جبتو؟ كنتو غاية. دروك عليا غادي اليوم اثنين. اليوم شحال رانا اليوم اثنين؟ اثنين. زين؟ تسعة؟ تسعة. جانفي 2023. 23. إذا غادي نمشي نعيط واحد المفاجأة باقي يهضر معاكم. تحبوا دودي؟ نعم. دودي. عيطوا تقولوا له دودي. دودي دودي انا مش عايز نطلب شي حاجه سيري يسكتوا انا نختفي ونقعد معاكم غادي نسقسيكم وانتم ومن بعد فيه المفاجاه والاسئله واللي جاوبني على السؤال يعلي صبعه ونديو له جائزه نبقى ماركي وندي جائزه صحيح هي غادي ندخل شي نعيط لها شي نعيط لها دودي Thank you.
زيد خزانة تاعي مربلة وزيد زيادة كامل معلمة تهضر بجي وانا بجي حتى وليت ندير فوضى والدي ما يسمعش كلام خسرت صحابي وكي يجي المدرسة كاع صحابي منظمين غير انا اللي عامل الفوضى وبالتالي النتائج الدراسية جبناش المعدل هذا نتيجة الفوضى. طب هاجر؟ نعم. في مدرسة رائدة راه كاين حشوية تاع فوضى. نعم. بصح أنا جيت هذه المدرسة لأن هذه المدرسة تحب النظام. عندنا هذه المدرسة مطبخ، عندنا قاعة للدراسة، وعندنا معلمات. ياك. بالتالي ما نديروش الفوضى. انتوما شوفوا الاقلام نتاعكم والاخر راهم موزعين منا، راكم منظمين، ولكن انتوما لازم تسمعوا الكلام طاطا خديجه وطاطا هاجر. ما نديروش الفوضى. وبالتالي الفوضى ما تجيبلكش كاع الصوالح اللي بلاها تجيبلك فيا القبائح. سمعتوني؟ نعم. هذه الفوضى كيفاش دايره الفوضى؟ قولوا لي فوضى. الفوضى محافظة على الأدوات المدرسية، محافظة على الفوضى وعلى المدرسة، وكي تهضر معنا طاطا غير خطرة نسمعوا لها الكلام، كي يسمعوا لها الكلام نفرحوها باش تزيد النوم بزاف الهدايا، ياك؟ نعم. هي بصح تكسر الأدوات، كي تكسر الأدوات الفوضى كي تكسر الكراريس، كي تكسر الادوات، كي ما تسمعش الطاعه، كي ما تسمعش الطاطا خديجه ولا هجيره ولا واحده اخرى، كي ما تسمعنا في الكلام قول لهم نستشرهم بلي انا ماشي مثلا ملحق، اللي ماشي القيس، اللي ماشي المطبخ، اللي اكون في نظام. Yeah.
Yeah.
اللي تقولي له ماشي عم ديالنا اغنيه حين حان اللقاء قال
طاعة واحترام النظام الداخلي، مثلا احترموا المدرسة كيفاش
ايه تيجي بالي ماشي الوعد
صحه واللي ما يلتزمش بالواع بس نديروا له اللي ما يلتزمش بالواع ما يجيش يقعد يدير فوضى ما يجيش لا قدودي وما يجيش لا شاطر دودي قال لك ما يجيش فوضى ما يجيش نجي طيب وقالكم بزاف صوره اللي ما يعرفش الواع صايب وتحبوا عقو دودي ما يزيدش يجي الشابين اللي نحبوه ونحبوه لا غادي عليها دودي دودي مشي يشرب الماء دودي عاود يجي باش نحكي لكم قصه تاع واحد دار الفوضى تاع السبعه ولو مابقاش تسمى تزكيه صمت طيب نخليكم مع فاصل موسيقي مشي يشرب الماء نعيط له ونجي هذه من الموسيقى مشي نعيط له ونجي دودي الصندوق انا قلت الحالة متسخة. الحالة. إيه هذي
كيف الضوء ولا وجوا في الوقت ولا يسمعوا بابا ولا يسمعوا المعلمة. قرب الامتحان جابوا عند شباب 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 تاني فرحوا الأولياء فرحوا التعليم المدرسية المدرسة تنورت بأشغال يدوية وولوا يغنوا ولوا ينشدوا ولوا يقرأوا وتعلموا بزاف صوالح بفضل النظام ولوا يعملوا أوساخ في النظام ولوا يستاشروا ولوا يحبوا المعلمة يحبوا المدرسة ولوا من أحسن التلاميذ وذلك بفضل النظام وترك الفوضى. راكم تسمعوا يا أطفال يا تلاميذ أي 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 Thank you.
مالك كي عقل عليا هاد سليم هدية اسم جاب له جدو جاب له شاب حينة شاحينة هي على خاطر هو كان عاطل باش يدير الفضل كان يسمع الكلام هي دخل شوفوا شكون عاطل شكون معايا كاش الفضل هي شكون يسمع الكلام هو كيف يدير هدية Yeah.
يلا كمل مع بعض. شتاء She's